أيضا من الألفاظ الشائعة الخطيرة أن البعض من الناس يقول: يا أخي أنت ما ترحم ولا وما تخلي رحمة الله تنزل. اسمحوا لي بعض الألفاظ سأقولها بالعامية لأنها تنطق هكذا: أنت ما ترحم ولا تخلي رحمة الله تنزل. أما قوله لا ترحم، نعم ربما بعض الناس ليست عنده رحمة، أما قوله ولا تترك رحمة الله تنزل فهذا كفر بالله. طبعا هو قد لا يدري، قد يعذر حتى يتعلم، فإذا علم فإنه لا يعذر، لكن الكلام في حد ذاته كفر. من الذي يملك رحمة الله حتى يمنعها من أن تنزل على عباده؟ إذن هذه الكلمة لا تجوز، لأن رحمة الله ليست ملكا لأحد، لذلك لا يجوز أن نقول هذه الكلمة لا ترحم ولا تخلي رحمة الله تنزل، هذه كلمة كفرية.